خليني اذكرك شو بدنا نعمل من بعد البوتوكس. هلا عليك تبلشي تعملي تمارين لعضلات الوجه اللي هي العبسه، رفع الحاشف والضحكه كل نص دقيقه مره تقريبا لمده 3 دقائق. هذا الشيء رح يساعد البوتوكس يتوزع بطريقه حلوه على كل العضلات اللي نحن اشتغلنا عليها. شغله ثانيه كثير مهمه، انه خلال 4 ساعات لازم تضلي بوضع مستقيم، ما تنحني لقدام، ما تنامي للخلف، وما تغسلي وجهك خلال هالاربع ساعات لحتى ما يتحرك البوتوكس من محله، لانه في خطوره اذا خلينا البوتوكس يتحرك بينزل على الجفن بنشوف انه العين غمضت، وهذا الشيء اكيد ما بدنا يصير. واذا بتعملي سبور خلال 24 ساعه ما تعملي اي تمارين.